فجعت سيدة فلسطينية في غزة برضيعيها اللذين قتلتهما طائرات الاحتلال في قصف جوي على مدينة رفح، ليلتحق الرضيعان بأبيهما الذي استشهد في القصف ذاته. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية أن 12 شهيدا بينهم 6 أطفال ارتقوا بقصف إسرائيلي طال منزلا لعائلة أبو عنزة في حي السلام شرق محافظة رفح. الحمد لله، الله كرمني. بنت ولد ولدت في نص الثامن، صار معايا طلق مبكر، قصفوا في الحرب السبت الجمعة أنا ولدت، كنت مجهزة لهم أواعي، عملت لهم كل حاجة، بسرعة مش بعتش منهم أنا، والله مش بعت لسه. وأبو أمرا سمى البنت على اسمه، لا سميتها وسا عشان تحمل اسمه، وراحت مع أبوها.